قيادة إخوانية تنشق عن الشرعية وتعلن ولاءها لميليشيات الحوثي. الميليشيات الحوثية تقتحم مقر الغرفة التجارية في صنعاء وتنصب إدارة جديدة بقوة السلاح. والمرضى في مدينة تايز يشتكون من تهريب العلاجات المجانية وبيعها في الأسواق. أقام معهد تأهيل القادة والأركان في العاصمة عدن حفل تخرج الدفعة الخامسة من طلاب تأهيل القادة لقوام 122 دارسا، بالإضافة إلى الدورة الأولى لقادة بطاريات دفاع جوي لقوام 30 دارسا. وتلقى الطلاب خلال الأشهر الثلاثة الماضية المعارف النظرية والعملية والتطبيقية، وتم تدريبهم على مستوى تأهيل قادة سرايا، وهو ما يساهم في تعزيز قدراتهم وإعدادهم للعمل في الميدان. ويرفد القوات المسلحة الجنوبية بدماء جديدة من الضباط والقادة الميدانيين المؤهلين إلى أعلى المستويات وفق مناهج حديثة ومعاصرة لكافة التخصصات. ناقش رئيس الوزراء معين عبد الملك مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجه الحكومة في الجوانب الاقتصادية وأهمية الدعم الدولي العاجل للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. بدوره جدد السفير البريطاني موقف بلاده الداعم للحكومة وجهودها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات العامة. أكد محافظ عدن أحمد حامد لملس دعم ومساندة السلطة المحلية للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنجاح العملية السياسية. وخلال لقائه مع مدير مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إدوارد جاكسون، شدد لملس على وجوب أن يحظى الوضع الاقتصادي المنهك بأولوية لارتباطه المباشر بالحياة المعيشية للمواطنين. من جانبه أشاد المسؤول الأممي بجهود السلطة المحلية المبذولة في الإصلاحات في مختلف المجالات بالعاصمة عدن. من جهة أخرى، شدد محافظ عدن أحمد لملس على أهمية التعامل الإلكتروني لمعالجة الهدر المالي والقصور الإداري لتطوير العمل وتنمية الإيرادات. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمديري المديريات ومكاتب الأشغال العامة والطرق، حيث أكد لملس أن الأتمتة الإلكترونية تساعد السلطة المحلية على كشف القصور ومعالجة الاختلالات الناتجة عن العمل اليدوي التقليدي في مختلف المؤسسات. أعلنت ميليشيات الحوثي وصول اللواء عبد الحميد النهاري مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية السابق الفريق علي محسن الأحمر وقادة عسكريين آخرين وصلوا إلى صنعاء والتحقوا بالمشروع الحوثي. بانتماءاتها الإخوانية والتي تعاد التحالف العربي، بدأت أوراق الإخوان اليمنية بالتساقط واحدا تلو الآخر، حيث انضم مدير مكتب علي محسن الأحمر اللواء عبد الحميد النهاري لميليشيات الحوثي ومعه مجموعة من القيادات الأخرى. وبالأمس القريب، قيادات عسكرية تتبع هاشم الأحمر كانت تعمل في مناصب قيادية في منفذ الوديعة تنضم أيضا إلى ميليشيات الحوثي وتعلن ولاءها وتبعيتها لهذه الجماعة الضالة، حيث ظهرت هذه القيادات العسكرية في صورة رفقة القيادي في ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعو محمد البخيتي، ومعه عدد آخر من قيادات ميليشيات الحوثي. حزب التجمع اليمني للإصلاح أو الإخوان المسلمين اليمني، الحزب الذي طالما عرفه العالم ببراغماتيته ومراوغته السياسية، تارة يظهر تأييده لمشروع تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي بقيادة التحالف العربي، وتارة أخرى يظهر تأييده لميليشيات الحوثي ومعاداته للتحالف العربي. الحزب تلون وتغيرت مواقفه السياسية عديد المرات، ولطالما حذر مراقبون وخبراء سياسيون من هذا التلون،
كونه يكشف بما لا يدع مجالا للشك بأنه عرضة لتغيير مبادئه بحسب غاياته، فالغاية لديه تبرر الوسيلة أو ما يعرف بالميكافيلية السياسية. وقال الخبراء إنه من المحتمل أن تشهد ميليشيات الحوثي انضمام المزيد من قادة حزب الإصلاح اليمني بصورة فردية، في حين يظل الحزب رسميا متحالفا مع التحالف العربي ويعمل على تعطيل أي جهد يخدم اليمن والتحالف العربي والمناطق المحررة. في الختام يمكننا أن نقول أن حزب الإصلاح اليمني هو حزب متناقض ومتلون، يتبع سياسة المصلحة والمراوغة ولا يخلص لأي طرف في الصراع اليمني، بل إنه يسعى لإفشال أي مساع لإحلال السلام والاستقرار في البلاد، ويتحالف مع ميليشيات الحوثي التي تهدد أمن وسيادة الدولة والمنطقة. لذلك يجب على التحالف العربي والشرعية اليمنية أن يتوخوا الحذر من هذا الحزب، وأن يكشفوا حقيقته ومآربه للشعب اليمني، وأن يعملوا على تحرير اليمن من كل قوى الشر والإرهاب. أدان رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن اختطاف 17 شخصا من أبناء الطائفة البهائية في صنعاء. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن حساب البعثة في تويتر، حيث أكد البيان أن حرية الدين والمعتقد حق أساسي لجميع الأفراد، وأنه يجب عدم المساس بها في اليمن تماشيا مع الالتزامات ذات الصلة وفق القانون الدولي. اقتحمت الميليشيات الحوثية مقر الغرفة التجارية بصنعاء وقامت بتنصيب إدارة جديدة لها بقوة السلاح. يأتي ذلك بعد إغلاق 83 مخبزا وفرض الميليشيات تسعيرة جديدة على كافة المنتجات. دخلت المواجهة بين ميليشيات الحوثي والتجار في مناطق سيطرة الانقلاب منعطفا جديدا مع اقتحام الميليشيات مقر الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وتنصيبها قياديا رئيسا لها بقوة السلاح. وفادت مصادر مطلعة بأن المدعو محمد مطهر وزير الصناعة والتجارة في حكومة الميليشيات الحوثية قاد عشرات المسلحين لاقتحام مقر الغرفة التجارية بعد خلافات مع إدارة الغرفة وكبار التجار بخصوص اشتراطهم على التجار استيراد الغاز المنزلي عبر ميناء الحديدة بدلا عن مأرب رغم الفارق الكبير في التكلفة، وكذلك استيراد القمح عبر ميناء الحديدة بدلا عن عدن. كما ونصب المدعو علي الهادي رئيسا للغرفة التجارية، واستخدم أعضاء وتجار غير معروفين لدى غالبية التجار. إلى جانب ذلك يرغم التجار على دفع جبايات متعددة وتحت مسميات مختلفة، ويتعرضون للابتزاز في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيات في عدد من المحافظات وعلى خطوط التماس، ما يضاعف تكلفة الإنتاج وإيصال السلع، في حين أن الميليشيات تريد فرض سعر يتوافق مع سعر الدولار في مناطق سيطرتها، رغم أنها لا توفر للتجار أي مبالغ من العملة الصعبة لفتح الاعتمادات البنكية. بالتوازي مع ذلك وجه الوزير الحوثي بنزول ميداني للأسواق لتعميم قائمة سعرية محدثة، وحث التجار على التقيد بالقائمة السعرية المخفضة، متوعدا بفرض عقوبات صارمة لكل من يرفض التقيد بالأسعار الجديدة وأي قوانين جديدة تفرضها الميليشيات على التجار المغلوب على أمرهم في مناطق سيطرتها. يشكو العديد من المرضى بمدينة تعز من تهريب العلاجات المجانية التي تأتيهم من المنظمات وحرمانهم منها بسبب تهريبها وبيعها بالأسواق. على الرغم من تلقي البعض من المستشفيات الحكومية أدوية ومستلزمات طبية من قبل المنظمات، إلا أنه يفاجأ لاحقا بتهريبها وبيعها بأسواق تعز الدوائية، ويكون بذلك المرضى هم ضحايا الفساد والمتاجرة بالأدوية والمعاناة نتيجة لغياب الضمير الإنساني، لا سيما في ظل استمرار الحرب والحصار الحوثي وتفاقم الحالة الإنسانية والمعيشية. والله هذه العلاجات اللي تأتي منها أو تبرع من المنظمات فهي للمواطن اليمني بشكل عام وتوزع مجانا في المستشفيات، ولكن في هذه الظاهرة اللي نجدها في قد خرجت من المستشفيات ونجدها في الصيدلية، فالمواطن يذهب للعلاج ولم يجد هذا العلاج في المستشفيات، فلا يقدر تخرج للصيدلية تشتروا بمبالغ يعني.
في ظل حرمان مئات المرضى من العلاجات المجانية التي تأتيهم من المنظمات ويتم تهريبها وبيعها بالأسواق الدوائية بتعز. يتساءل البعض هنا عن دور الجهات الحكومية المعنية بالرقابة والمحاسبة. هذه حالة الفساد المستشري في بعض المستشفيات الجمهورية بشكل عام، أصبحنا للأسف المريض يذهب إلى المستشفى ولا يجد قيمة العلاج، وعندما يقال له يعني اذهب إلى الصيدلية لشراء بعض العلاج لأخذ بعض العلاج لا يجده، يقول له اشتريه من الخارج، من خارج الصيدلية، من خارج المستشفى. ملف تهريب وبيع الأدوية المقدمة من قبل المنظمات للقطاع الصحي بتعز وباليمن عموما ملف فساد يجب الالتفات له ومحاسبة المتورطين بعملية التهريب للمساعدات الدوائية المجانية وتأمينها حد قول البعض حتى يضمن وصولها وتوزيعها للمرضى المستفيدين منها. رمز مختار لقناة الغدر المشرق تعز. طلب أهالي قرية دار الحرب شرق حيس بمحافظة الحديدة البعثة الأممية أنمها طالبتهم بإدانة القصف الصاروخي المتكرر على قريتهم من قبل ميليشيات الحوثي وآخرها استهداف مباشر لمنزل مواطن قبل أيام. وأكد الأهالي أن قريتهم مأوى لعدد من الأسر النازحة وأنها بعيدة كليا عن أي هدف عسكري. وارتكبت ميليشيات الحوثي مساء الأربعاء الماضي جريمة جديدة بحق المدنيين في قرية دار الحي بعد 24 ساعة من زيارة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة للاطلاع على انتهاكات الميليشيات وجرائمها المتواصلة ضد الإنسانية. النشرة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. ميليشيات الحوثي توزع الموت على منازل اليمنيين عبر اسطوانات غاز رديئة. تفقد محافظ تعز نبيل شمسان ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس مستوى تنفيذ مشاريع الطرق في تعز وتدشين وحدة الميزان المحورية المتنقلة بداية من طريق الصحة كربة الذي يربط تعز بالمحافظات المحررة. أكد المحافظ أهمية تدشين العمل بوحدة الميزان المحورية المتنقل لقياس وضبط الأوزان على الشبكة بالإضافة إلى ما سيقدمه من خدمات مجانية لها أهمية كبيرة في حماية الطرق. كما أكد العمل على عدة مشاريع للطرق بهدف تخفيف حدة المعاناة وكسر الحصار عن أبناء تعز. يشكو مواطنو صنعاء من بيع اسطوانات غاز تالفة إلى جانب غاز خفيف يمتاز بعدم الرائحة، وهو ما تسبب في الكثير من حوادث انفجارات الاسطوانات داخل المنازل خلال الفترة الماضية. اسطوانة الغاز المنزلي في صنعاء ومناطق سيطرة الانقلاب لم يتوقف بها الحال عند صعوبة الحصول عليها، بل تخطت ذلك لتصبح كابوسا وهما يؤرق المواطنين في ظل انتشار اسطوانات رديئة الصنع معرضة للانفجار في أي لحظة. وبات الكثير من المواطنين يشكون من بيع اسطوانات غاز تالفة مملوءة بغاز خفيف يمتاز بعدم وجود رائحة له، وهو ما تسبب في الكثير من حوادث انفجارات الاسطوانات داخل المنازل خلال الفترة الماضية. مصادر مطلعة في صنعاء تقول أن عملية استيراد الاسطوانات ذات الصناعة الرديئة يتم بتواطؤ مع هيئة المقاييس وضبط الجودة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء، وهي التي تسمح بدخول هذه الاسطوانات بتوجيهات من قيادات في الميليشيات دون مبالاة بحياة المواطنين أو الكوارث التي ستنجم عن تلك الاسطوانات. اسطوانات الغاز التالفة باتت كقنابل موقوتة موزعة على ملايين الأسر وتعرض حياتهم للخطر المميت، سيما أنها تتسم بعدم وجود رائحة للغاز فيها، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار حوادث الاختناق نتيجة لتسربه خصوصا وقت النوم. وبحسب التقديرات تسببت هذه الأسطوانات بوقوع نحو 700 حادثة لانفجارات الأسطوانات بشكل سنوي في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلاب تسببت بوفاة وإصابة 900 شخص على الأقل.
شركات الغاز في صنعاء وبعد ضخها كميات كبيرة من أسطوانات الغاز التالفة وبلا رائحة لوكلائها في الأحياء السكنية والأسواق السوداء التابعة لها، خرجت بعدة بيانات محاولة التنصل من مسؤوليتها، متهمة شركة صافر الحكومية في محافظة مأرب بالتسبب بتلك الحوادث. لكن مصدرا مسؤولا في شركة صافر بمأرب أكد أن سبب تلك الحوادث والانفجارات المتزايدة هي أسطوانات الغاز التجارية التي تقوم الميليشيات باستيرادها من الخارج لتجار تابعين لها عبر ميناء الحديدة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. قيادات إخوانية تنشق عن الشرعية وتعلن ولائها لميليشيات الحوثي. الميليشيات الحوثية تقتحم مقر الغرفة التجارية في صنعاء وتنصب إدارة جديدة بقوة السلاح. والمرضى في مدينة تايز يشتكون من تهريب العلاجات المجانية وبيعها في الأسواق.